مصر مشاهدينا بتستهدف زيادة إيرادات السياحة ل 17 مليار دولار في العام المالي الجاري. بتستهدف مصر زيادة إيراداتها الدولارية من قطاع السياحة خلال العام المالي الحالي إلى ما بين 16 و 17 مليار دولار مقابل 14 مليار دولار متوقع بنهاية العام المالي الماضي، وده في الوقت اللي استقبلت فيه البلاد تقريبا 7 مليون سائح خلال النصف الأول فقط من العام الجاري، مع توقعات بإذن الله بوصول عدد السائحين العام المقبل لحوالي 18 مليون سائح. وده رقم في الحقيقة بيعكس العمل على تنوع استهداف السائحين من مختلف أنحاء العالم، مع استهداف جميع تعزيز الوجهات السياحية المختلفة في مصر. تعالوا نروح لرؤية تخصصية أكتر مع أستاذ حسام هزاع الخبير السياحي، وصبح على حضرتك أستاذ حسام. طبعا نور، أنا دكتور حسام هزاع. دكتور حسام أنا بعتذر جدا وبصبح عليك مرة تانية دكتور، وخلينا نتكلم بشكل أعمق شوية وبترصد إزاي يا دكتور أهمية جهود الدولة المصرية على تنوع أسواق السياحة الوافدة للدولة المصرية والسائحين من مختلف أنحاء العالم. الحقيقة طبعا هو الفترة الماضية كانت موضوع خطة واستراتيجية من الدولة وشاركت وزارة السياحة والسيد وزير السياحة في التسويق بشكل واقعي والوصول للأهداف المرجوة عن طريق طرق سليمة للتسويق تتناسب مع الوقت الحالي وبالذات التكنولوجيا والسوشيال ميديا والمعارض الدولية. وبعدين الدولة في فترة كوفيد عالجت الموضوع بشكل كبير جدا، وكان في صورة إيجابية عن مصر من قبل منظمات السياحة العالمية ومن قبل المواقع السياحية، بحيث ان كل الناس اللي جات مصر اثناء الكوفيد رجعت واشادت بالإجراءات الاحترازية وكل شيء، فبقت المواقع السياحية بتنقل الصورة الإيجابية، وطبعا المواقع الأخبار وديلي نيوز إلى آخره عن مصر نتيجة لأراء السياح والريفيوز، وبقت مصر وجهة سياحة 22 و23 المرشحة بالفعل من أغلب الكيانات الإعلامية العالمية، بريطانيا، أمريكا، أوروبا بشكل عام، وأفريقيا كمان بشكل خاص. وأفريقيا ودول الشرق الأوسط طبعا، أمريكا اللاتينية وأستراليا وكندا إلى آخره. وبعدين التنوع لما كان في حظر على روسيا كانت منع السياح إنها تنزل فترة طويلة قبل الكوفيد، وكانت فتحت ده في فترة بعديها. بالفعل وصلنا في 2019 ل 13 مليون سائح من غير الاعتماد على السوق الروسي، وده كان تنوع في كافة الأسواق. والطيران الشارتر بقى ينزل بشكل كبير الفترة الماضية من كافة دول العالم، في دول محافظة جنوب سيناء طبعا والغردقة والبحر الأحمر والأقصر وأسوان، مع حضور فرصات السياحة الدولية بشكل متميز. يعني الأول طبعا أثناء الكوفيد ما كانش فيه ممنوع بورصات في دول كثيرة، وعلى سبيل المثال مثلا من أكبر بورصات السياحة العالمية فتحت في 2023 بورصة السياحة الدولية في ألمانيا، وكانت للشركات فقط وليس للشركات والجمهور. في الدولة حاطة خطة كبيرة هذا العام بوزارة السياحة وهي تنشيط السياحة أن يتم زيارة 44 معرض دولي أو بورصة سياحة دولية في 25 دولة. بالفعل توجهات كثيرة جدا بتشهدها الدولة المصرية وبتعمل عليها الجهات المعنية للترويج للسياحة المصرية بشكل مختلف يواكب الحملات الدعائية العالمية، ففكر يحترم جدا. وأكيد الحديث بقية. دكتور حسام هزاع الخبير السياحي، بشكرك على وجود حضرتك معنا في هذا الصباح.